هل عم متأمل وهل مدبر بعد الإساءة مقبل وهل أمة مستيقظون لرشدهم فيكشف عنه النعسة المتزمل. لمن هذا الشعر؟ إنه للكميت بن زيد يا سيدي. الكميت بن زيد، أكملي. وعطلت الأحكام حتى كأننا على ملة غير التي نتنحل. كلام النبيين الهداة كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعل. رضينا بدنيا لا نريد فراقها، على أننا فيها نموت ونقتل، ونحن بها مستمسكون كأنها لنا جنة مما نخاف ومعقل. أكملي أكملي. فيا ساسة هاتوا لنا من حديثكم، ففيكم لعمري ذو أفانين مقول. أأهل الكتاب نحن فيه وأنتم على الحق نقضي بالكتاب ونعدل. أنصلح دنيانا جميعا وديننا على ما به ضاع الثواب المؤبل. فتلك ملوك السوء قد طال ملكهم، فحتى حكام العناء المطول. كفى وثبي إلى عملك. ملوك السوء، نحن خلفاء رسول الله يسمينا ملوك السوء. حاشاك يا أمير المؤمنين، لقد جنى الكميت على نفسه، سنذيقه من السوء الذي يرجوه. بل اقطعوا يديه ورجليه، والله لن أكتفي بهذا. اضربوا عنقه واهدموا داره واصلبوا عليها جثته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذا؟ انظري بنفسك. يا الله، متى سنسمع صوت مناغات ابنتنا؟ أهي بنت؟ ماذا تريد؟ اعتاد الناس أن يطلبوا الذكر. وماذا عنك؟ إن كان ولداً أريده شجاعاً قوياً ذا دين وعلم وحداداً ماهراً، وإن كانت بنتاً أريدها صالحة تقية مهذبة ذاكرة لله تعالى. لا يهم إذاً ذكراً أو أنثى، المهم عندك أن يكون محباً لأهل البيت. بلى والله، لا أفتخر بغير هذا. خليفة هشام، أجل، إنه يطالبني بقطع يد الكميت ولسانه. والله لو علقنه على جذع نخيل الكوفة. اطمئن يا مولاي، جنودنا الآن يبحثون عنه تحت كل حبة تراب وتحت كل حصات. إلى أين سيذهب وإلى متى سيختفي؟ اطمئن يا مولاي، اطمئن. القدرية قد أشبهوا على الناس عقائدهم، فأجبني جعلت فداك. هل أجبر الله العباد على المعاصي؟ لا، لم يجبر الله العباد على المعاصي. فهل فوض الأمر إليهم بلا تدخل منه؟ لا، لم يفوض الله أمر أحد إليه، وإلا هلك. فماذا إذن يا سيدي؟ لا جبر ولا تفويض، وإنما هو أمر بين الأمرين.
ولطف من ربك بين ذلك، فمن أمرك ما هو بغير إرادتك فلا يحاسبك الله عليه، ومنه ما يصدر عن إرادتك واختيارك هذا ما يحاسبك عليه. يا قمي، إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، وإن الله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. تقول إن بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ نعم، أوسع مما بين السماء والأرض. قال جدي علي بن الحسين عليه السلام، قال الله تعالى: يا ابن آدم، بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء، وبقوتي أديت إلي فرائضي، وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعا بصيرا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك لأني أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني، وذلك أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. وبهذا قد نظمت لك كل شيء تريد. هيا معنا يا كوميت. ما بكم؟ ماذا تريدون؟ صدر أمر بسجنك. ماذا فعلت يا هيا؟ دعني دعني قلت لك. أليس هذا ما كنت تسعى إليه؟ أليست هذه رغبتك؟ ألست القائل: ما أبالي ولن أبالي فيهم أبدا رغم ساخطين رغامي، فهم شيعتي وقسمي من الأمة، حسبي من سائر الأقسام. إن أمت لا أمت ونفسي نفساني، من الشك في عمن أو تعامي. ليت شعري هل ثم هل آتينهم، أم يحولن دون ذاك حمامي. ولماذا نتبعه ونبايعه؟ لأنه الإمام. وكيف يكون إمامنا وأئمتنا هم من أهل بيت النبوة صلى الله عليه وآله؟ صلى الله عليه وآله، الإمامة انتقلت لمحمد بن علي بوصية من أبي هاشم حين حضرته الوفاة. أليس أبو هاشم من أهل النبوة؟ نعم، هو كذلك. والعباسيون أولاد عمومة لأهل البيت. يا غلام، يا غلام، أمرك سيدي. كيف بك إن أعتقتك؟ ذاك أملي يا سيدي. أريد أن أأتمنك على أمر ولا أجد غيرك أأتمنه عليه. أهو أمر جلل يا سيدي؟ نعم، والخطر فيه علينا معا إن لم تكتم. إن كان كذلك فإن ميزانا في كفتي الحرية وفي كفتي الأخرى الموت، يبدو لي عادلا يا سيدي. خذ بغلة الصفراء، فإن فعلت ما أمرتك به فالبغلة لك وأنت حر لساعتك. سأفعل إن شاء الله. من أنت وماذا تريد؟ أريد أن أقتلع رأسك من بين كتفيك إن تعرضت لأحد من الحي بمكروه، فهمت؟ نعم. هذه المرة سأطلق سراحك، ولكن إن خالفت كلامي ثق بأنني سأبيع رأسك في السوق. حسنا.
جعفي، ها هنا علم جم. وأنتم يا سيدي ورثة هذا العلم وأهله. آه يا جعفي، قل ما تشاء يا سيدي وادع الله ليجعل قلبي وعاء لما تقول. إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه وخاطبهم في معظم آياته، فالعقل دليل ومدير، والعقل من يتعظ. صدقت يا ابن رسول الله، صدقت. إن لكل شيء دليلا، ودليل العاقل التفكر والصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العقل التواضع. وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه. نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم في العقل. ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. يا جعفي، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. ويل لمن يختار بديلا عن الحق يا سيدي. السلام عليك أيها الأمير. وعليك. هل من جديد؟ لقد جلد أمير المؤمنين كاتبك عياض بن مسلم ثم ألقاه في السجن. عياض؟ لقد فعلها هشام. ولماذا جلده؟ هل صدر منه شيء؟ لقد وعد بأن يضرب كل من يصاحبني وفعلها. والله لن أعود إلى دمشق. أيها الأمير، قلتها، أنا باق هنا ولن أعود إلى دمشق. أمي، سأبنى تصرفات ولي عهدنا المذمومة في الحج، ورمته الناس بالزندقة، وقد جمعتكم لأشاوركم في أمر عزل الوليد من ولاية العهد وإعطائها لولدي مسلمة. وأنتم تعرفون أخلاق مسلمة وطباعه، فماذا تقولون بما سمعتم؟ نعم الرأي والمشورة يا أمير المؤمنين. إذن أنتم موافقون على مبايعة مسلمة؟ نعم يا أمير المؤمنين. نعم ما قلتم. كميت، لا تتأخر. لقد أرسلني إليك أبان بن الوليد. أبان؟ أنت خادمه؟ كنت، أما الآن فأنا حر. هذه رسالته لي. لقد أمر هشام بقتلي، وهذا أبان يدلني على سبيل الخروج، فهل أعنتني؟ سأفعل كل ما أستطيع. يئن الأوان لكي تنجبي ولدا؟ لا، لم يحن الوقت بعد.
وزينب ألم تحفل بعد؟ كلا. أتكون عاقرة؟ لا لا تقولي ذلك، فهي تحب الأطفال وأنا أدعو لها في جوف الليل لعل الله يرزقها طفلا. وماذا عنك أنت وصخر؟ بخير، إلا أنني محتارة بشأني. رأيت بيوتا كثيرة ونساء أكثر ولم أجد زوجة محتارة في معرفة زوجها مثلك. أسمعه أحيانا يقرأ مقاطع من دعاء عذب لم أسمع بمثله من قبل، أعيش معانيه كأنها كلمات منزلة. عجيب أمره. أرأيتي؟ ها أنت احترتي ولم تسمعي إلا القليل، أهناك المزيد؟ هكذا إذن خالد القصري يرفض خلع الوليد. على نفسك جنيت يا خالد، على نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل أنت أبو وضاح؟ نعم، ما هي حاجتك؟ جئتك من عند الكويت. أبو المستهل؟ وكيف هو بالله عليك؟ هو بخير وأرسلني لإبلاغك برسالة، إن لم تفعل ما قال فإنه الموت. ادخل ادخل وأبلغني بكل شيء. يا قوم، إن سيد محمد بن علي العباسي قد أمر علينا حفص بن سليمان، وسنحضر لك يا أبا سلمة ما جمعناه من الأموال. نسأل الله التوفيق. كنت يا لؤلؤة؟ كنت في السوق يا سيدتي وجئت لك بهذا. ما هذا؟ خليط خاص يصنعه العطار. ولما هذا يا لؤلؤة؟ لا تلوميني يا سيدتي، فأنا متلهفة لرؤية طفلك وسماع صوته في هذا البيت. هذا كله بيد الله، ولكن قولي لي، قضيت ساعات خارج المنزل وتريدين أن تقولي بأنك ذهبت للعطار فقط؟ كلا يا سيدتي، كنت في بيت صخر أزور أختي. وكيف أحوالهم؟ الحمد لله، فهي تمتدح أخلاقه وهي سعيدة معه أيضا. الحمد لله. الشكر لكم يا قوم، فأنتم تعرضون أنفسكم لغضب هشام باستضافتكم لي، هذا جميل لن أنساه لك يا أبا جارية. خذوا واخرج به إلى الباب الخلفي. إننا نبحث عن الكميت بن زيد الأسدي. ليس هنا. فتشوا المنزل.
عنك يا هند، لما تحملين هكذا حمل؟ أتخشى علي أم على الجنين؟ أيضايقك إن قلت لك أخشى عليكما معا؟ كلا. وماذا كنت ستفعلين بهذا الصندوق؟ سأضع فيه بعض الثياب القديمة. وماذا ستفعلين بالثياب القديمة؟ سأعطيها للفقراء، لقد أنعم الله علينا كثيرا وأنت تأتينا بكل جديد. فاجمعي شيئا مما تحبينه ونعطيه للفقراء. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم، لك ما شئت، هاتي من يدك. الحمد لله الذي بدل حالي من حال إلى حال، الحمد لله. ألم تعثر على الكميت بعد؟ هل تبحثون عن إبرة في رمال الكوفة؟ أم عن رجل له بيت وأصدقاء ونعرفه جميعا؟ طلبنا الكوفة رأسا على عقب، حتى واحات النخيل فتشناها، لم نعثر له على أثر، لكننا سنجده آجلا أم عاجلا. وماذا لو طلبه الخليفة مني؟ ماذا أقول له؟ سامحني يا مولاي، لقد هرب الكميت وليس له أثر في الكوفة. عندها والله لأطيحن برقابكم قبل رقبتي. عيوننا على زيد، يتابع كل خطوة ولا من جديد. يذهب إلى الجامع، يجتمع في داره مريدوه من رجال العلم ورجال الدين، ولا شيء يثير الشبهة والخوف. صرف إلى عملك. لا تخرج نهارنا قبل بزوغ القمر غادر الكوفة، وعند بزوغه تكون بعيدا عنها وقد أمنت على نفسك. والله إني لحزينة لفراقك، لكن أن تكون بعيدا وأنت حي خير من قربك وأنت ميت. وهل ستقول شعرا تمتدح به هشاما وبني أمية بعد أن هجوتهم واستعديتهم؟ لقد أحله الإمام الباقر رحمه الله، ولقد أجاز له أن يفعل ما يشاء لحفظ حياته، ولو عثر عليه القسري لانتقم منه شر انتقام. لا حياة للمسلمين إلا بإحياء هذا الواجب المقدس. إن الله عز وجل بعث رسوله بالإسلام إلى الناس 10 سنين، فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال. فالخير في السيف وتحت السيف، والأمر يعود كما بدأ. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ما بك يا امرأة؟ عندي شكوى وأريد أن أرى الأمير. إن الأمير خالد بن عبد الله في واسط ولم يأتي بعد،
وما هي شكواك؟ أريد أن أشتكي زوجي. وماذا فعل؟ لقد طلقني ومنعني أن أزور أبنائي ومنع أبنائي من زيارتي، لا يقبل وساطة ولا تدخل في قلبه رحمة. يا له من ظالم. تعالي يا امرأة لكي أكتب لك شكواك. تعالي. هدئي من روعك يا أم المستهل. كيف أهدأ وأنا لا أدري هل وصل أم قبضوا علي أم ضل الطريق؟ لا هذه ولا تلك. أخي له خبرة في طرقات الصحراء ويجيد قراءة النجوم ويعرف الطريق جيدا، ولو قبضوا عليه لعلمنا. أما أنه وصل دمشق فالوقت مبكر بعد، ولكنه تجاوز منتصف المسافة بيننا وبين دمشق، فلا تشغلي بالك يا أم المستهل. طمأن الله قلبك يا عماه، كم أنت مريح في حديثك. والله لو لم تحضر لا قامت أمي عزاء لوالدي وجمعت كل أهل الكوفة وفي مقدمتهم خالد القصري. لقد مللت من هذه الحياة يا أبا شاكر، هروب واختفاء، لا أرى أبنائي ولا أهلي. أنت الذي فعلت بنفسك هذا يا كميت. وها أنا عائد إليكم وتائب مما قلت. قريبا بإذن الله يا أبا المستهل، فهو ما فتئ يسأل عنك، لكنه ينشغل بخالد وزيد ويوسف وخراسان وأرمينيا فينساك. سأجد لك حلا ما، فأنت في جواري يا كميت. دعها أيها الكاتب. ما بك يا امرأة؟ ما شكواك؟ هذا الرومي. إنه كاتب من كتاب القصر، ما به؟ عليه اللعنة. أليس هناك غيره من أبناء العرب؟ ولما كل هذا؟ كف عن البكاء حتى نسمع. جئته وأردت شكاية على زوجي عندك، فأمرني أن أكتبها في ورقة ليعرضها عليك. نعم، هذا ما يفعله الكتاب إذا غبت عن القصر. وهل يثيب كتابك على النساء في غيابك؟ ماذا؟ وتب عليك هنا في القصر؟ لا لا لا, لا أصدق. هذا الكاتب اللعين أكرهني وغصبني على نفسي. أهكذا يفعل كتابك بنساء رعيتك يا خالد القصري؟ اهدئي يا امرأة، نشأت كلها أن تهدئي وانصرفي الآن إلى بيتك، وأعدك بأنني سأقتص منه. انصرفي. بلغتني شكوى من زوجك تقول فيها إنك تظلمها، وإذا دخلت البيت كان غضبك أسرع من رضاك، فما قبلك؟ صدقت يا مولاي، لعلي إن كنت راضيا أكون أفضل حالا، وإن كنت غاضبا أو مر يومي ثقيلا علي فقد يصدر مني ما قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال الإيمان: إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. يا أخي عليك بالتقوى،
فإن رجلا جاء الحسن بن علي عليه السلام فقال له: إن لي بنتا فمن ترى أن أزوجها له؟ فقال الحسن عليه السلام: زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها، واعلم أن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، وهي أعظم الصدقات، وعيال المرء كالأسراء عنده، فلا تمنع عيالك فيذهب الله بنعمتك إلى غيرك. لا يكون مجيئك بلا ثمرة يا ابن عنبسة، فأنت عزيز في قومك وعزيز علينا، ولكني لا أستطيع أن أكلم الخليفة بشأن الكوميت الآن. ولكن متى؟ سأجد الوقت المناسب، ولن ترد خائبا يا ابن عنبسة، وأعدك بالعفو عنه وإصلاح ذات البين بيننا. عليك قليلا؟ لا بأس، سأتناول معك العشاء ولن أبقي منه لقمة واحدة. ما بك وكأنك تخفين أمرا ما؟ فعيناك تقولان إنك تخبئين سرا، ما هو قول؟ لا عليك يا جدتي الحبيبة، إن كان هناك أي أمر مهم سأبوح لك به قبل أي أحد. عشنا قولي. يا أمير المؤمنين، عندي لك خبر، فإن سمعته مني خير من أن تسمعه من غيري. لقد سمعت أن مسلمة بن أمير المؤمنين قد أجار الكوميت. مسلمة أجار الكوميت؟ متى وكيف يجير من أبحت دمه وقطع لسانه؟ لقد جاءه عنبسة بن سعيد راجيا مسلمة أن يحقن دم الكوميت. السلام عليك يا أمير المؤمنين. هل أجرت الكوميت يا مسلمة؟ كيف تجير من دون إذن أمير المؤمنين؟ لا يا أبي، ولكنني انتظرت سكون غضبك لعلك تسمع منه ما يرضيك فتقول قولا آخر وتقبل الإجارة. أحضر الساعة ولا جوار لك. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، سآتيك به إن وجدته. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. تبكين يا خديجة، احمد الله أنه أراحك منه وأراح الحي من سفاهته. رحمه الله وأسكنه منزلا يستحقه. لو كنت مكانك لتزوجت بقاتله، انتقمت منه مرتين. الأمر يا بتي،
لقد كتب إلي بكير بن مهان يعلمني أنه قد اختار أبا سلمة بائع الخل ليكون في رئاسة الدعاة إذا حدث له حادث. أبو سلمة الخلال؟ الرجل شهم كفو كريم، اكتب له بالموافقة يا إبراهيم. في الحال يا أبتي. عماه، أريد مبلغا من المال. المال؟ أنا سألت وتقصيت فعلمت أن المال الذي كان بحوزة عثمان رحمه الله قد سرق، لكن أنا ابن عمها وأحق الناس بها. أحق الناس بها من ترضى به هي. توافقين على طلحة؟ نعم يا أبي. رجل واحد أعزل إلا من لسان صليط لم نتمكن من قطعه بعد بسبب غبائكم وقلة حيلتكم. أين الكميت؟ لا ندري. لا تدون؟ أين؟ أين ذهب؟ هل انشقت أرض الكوفة وابتلعت؟ إننا مشغولون بمن هو أهم من الكميت بكثير. من؟ زيد بن علي. ففي الكوفة حركة مريبة، الكثير من الغرباء يأتون إليها ويغادرونها، لا نعرف بمن يتصلون ولا حتى ماذا يفعلون. لابد أن أمر ما يتم في الخفاء وتحت جناح الليل. لا أريد لزيد أن يغيب عن أبصاركم لحظة واحدة، لا هو ولا رجاله. سأبلغ ذلك للجند في الحال. سأعزل هذا اللعين، كيف يسخر من امرأة عربية ومن قبيلة كبيرة لأنها شكت كاتبه الرومي إليه. اكتب إليه يا برش إن أمير المؤمنين قد عزلك. من أجل بضعة دنانير تكسر سيفا من سيوفك وتقطع يدا من حديد كانت تضرب خصومك. هل سيموت؟ تفاءلوا بالخير وعليكم بالصبر ومراعاته، فنحن لا نعلم. أنت الطبيب وأتينا بك إلى هنا وأعطيناك المال لكي تقول لنا إنك لا تعلم. يا جعفي، أما نحن فلسنا بمفتين، وما نقوله هو ما أنزله الله تعالى، لا نحيد عنه شعرة. رأيت أبي يسير في الصحراء، رياح قوية تعصف به، جائح، ظامئ، تحيط به وحوش كثيرة. وحين أعياه التعب جلس مستسلما له. ويحك يا مستهل، لماذا لم تخبرني؟ دع عنك السيف يا ابن القسري، فأنت تعرف أننا أهله. لقد عزلك الخليفة.